وسهلا فيكم مشاهدي ومستمعي مسك من وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقتنا الأولى من برنامج على مائدة السلطان. وفعليا نحن بمركز حلويات السلطان بمنطقة الفاتح اسطنبول. بيسرني بهي الحلقة نستضيف ويكون ضيفنا صراحة الأستاذ علاء خميس مدير شركة السلطان العالمية في تركيا. يسعد لي أوقاتك أستاذ علاء، وكل عام وأنت بألف خير. الله يسلمكم وأنت بألف خير إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. أستاذ علاء، صراحة نحن بشهر رمضان المبارك، الاستعدادات، التحضيرات، التجهيزات لاستقبال هذا الشهر المبارك الفضيل عم تكون كبيرة وعبء ممكن نقول على عاتق صناع الحلويات والبغجاتية إن صح التعبير. شو هي استعدادات وتجهيزات حلويات السلطان لاستقبال هذا الشهر الكريم؟ أهلا وسهلا فيكم أولاً. طبعاً بالنسبة لشهر رمضان هو شهر عظيم، والتجهيزات تبعه طبعاً بدها تكون على قدر هذا الشهر. يعني حقيقةً شهر رمضان بالنسبة لنا هو يعني مثل ما بيقولوا الأتراك، شهر رمضان هو سلطان الـ11 شهر، سلطان السنة إجمالاً. فمنقدر نقول أنه حقيقةً هو موسم يعني لصناع الحلويات، فتجهيزاته تمتد يعني لوراء لقبل بحوالي شهرين. بقدر أقول التجهيزات بتكون على كافة الأصعدة، على مستوى الموظفين والصناع، على مستوى المواد الأولية، على مستوى مواد التغليف والتعبئة وما إلى هنالك، على مستوى الزبائن، على مستوى المنتجات كما ونوعا. يعني على هذه المستويات تكون التجهيزات لشهر رمضان. ما شاء الله، هي بالفعل باقة كبيرة من التجهيزات بكل المستويات، والاستنفار بيكون كامل صراحة. نبلش بخطوة خطوة. أول شيء إذا بدنا نعرف شو هي تجهيزاتكم بما يتعلق بموظفينكم، بالصناع اللي عندكم، كيف بيتم تحضيرهم لاستقبال هذا الشهر الكريم؟ والله هلا هو التجهيز بيقولوا يعني تجهيز ذاتي. كلياتنا بنكون عم نترقب شهر رمضان إجمالا، عم نهيئ أنفسنا لنضاعف الجهود على يعني كل مستويات. الموظفين بيبذلوا جهود مضاعفة حقيقة، يعني بيكون الدوام مثلا 8 أو 10 ساعات، فبتلاقي يعني لعل يبقى الواحد عم يشتغل 12 أو 14 ساعة الدوام. لعل نحن اعتدنا أنه نفتح محلاتنا من الساعة 8 الصبح ل 12 بالليل، لا بيصير هلأ 24 ساعة. طبعا الجهود المبذولة تضاعف حقيقة، ولكن أنا أرى تماما وواثق الجميع يشهد أنه الجرعات المتعة بتزيد لنا في رمضان. ما شاء الله. بصراحة هو هذا موضوع فعلا مهم، أنه نحن نشوف روح يعني مستقبلة هذا الشهر بروح وطاقة وإيجابية كبيرة. طيب زمنا نبلش يعني نعرف شو موضوع الزبائن، كيف تتعاملوا مع الزبائن؟ صراحة الزبائن بيكون في أكيد كم أو خلينا نقول إقبال أكبر على الحلويات بشهر رمضان المبارك، أكيد يعني هذا الموضوع لا شك، لا شك فيه. شو هذا جانب، كيف فيك أنت توضح لنا أكثر بهذا الموضوع؟ الحقيقة مثل أي مهنة إلى رونقها الجديد وطابعها الجديد وإخراجها الجديد برمضان، كمان مهنة الحلويات، ويمكن بقدر أقول إنه مهنة الحلويات مثقلة أكثر يعني برمضان إلى ترتيبها الخاص. يعني فطبعا بسبب الإقبال المتزايد من الزبائن وما إلى هنالك. الزبائننا نحن منشوفهم ومنستقبلهم ومنبتسم بوجههم وبيبتسموا بوجهنا طيلة أيام السنة، بس ولكن برمضان يعني الحقيقة منستقبلهم بطريقة تانية، وحتى هنا بيقبلوا علينا بطريقة تانية. ما بعرف شو السبب، بس ولكن أكيد هو يعني جو رمضان اللي بيفرض نفسه، انعكاس روحانيات رمضان حقيقة. هيك يعني حقيقة رمضان مثل ما قلت من المنتج والصنعة والجو الداخلي للشباب والموظفين للزبائن وطريقة ملقاهم. يعني مثل ما بيقولوا الزبائن بيجوا بإطلالة جديدة حقيقة نشعر بها، وهن كمان بيعرفوا هذا الكلام بالفعل. طبعا الإقبال الزايد يعني بقى ترتيب الأمور بشكل جيد. في زبائن خارجيين بنحاول نحن قبل رمضان ننهي الملف الخارجي والتصدير الخارجي وما إلى هنالك، بحيث أنه ندخل رمضان فقط متفرغين للسوق الداخلي. يعني حكينا أستاذ علاء عن موضوع الزبائن وكيف بيتم استقبالهم، وبيكون الإقبال كبير أصلا بموضوع الزبائن والطلبات. موضوع الحجوزات، كيف بيتم التعامل مع هذا الموضوع؟ طبعا بسبب الإقبال المتزايد برمضان هي الحجوزات بطبيعتها موجودة بكل أيام السنة. في كتير ناس بيتصل بيحجز طلبه وما إلى هنالك، بيجي بيحمل وبيمشي أو بيتوصل لمكانه وعنوانه، ولكن برمضان هو أشد طلبا وما إلى هنالك. فمنحاول يكون قبل بيوم، كتير من زبائننا قبل بيوم بيحجزوا طلباتهم أو بأيام، بحيث أنه بسبب طبعا موضوع العجقة وما إلى هنالك. طبعا وكلياتنا بنعرف الإجراءات الجديدة الآن، يعني
فتحدي تحدي طبعا بالضبط هي التدابير وما الى هنالك رح عم تعمل اكيد معوقات لنا او للزبائن، فنتدارك هذا الموضوع بالحجز المسبق، توصيل لبيت الزبون وما يعني، او بيجي بيحمل وبيمشي. رائع. طيب اذا بدنا نحكي عن موضوع ذكرت لنا بالمقدمه انه في بيتم استعدادات حتى على مستوى مواد التغليف والمواد الاوليه، شو بتقصد بمواد التغليف مواد الاوليه؟ لشو لازم يكون يعني حتى شهر رمضان يكون بالشكل الامثل؟ يعني هي بطبيعتها زياده الانتاج مع زياده عمليات البيع، فضلا عن التصدير قبل بوقت، فبيصير في استهلاك كبير، إن كان يعني لما منقول كيس النايلون أو الورقة أو علبة القطر أو يعني من أصغر شيء إذا فينا نحكي الأكبر العلب الجاطات، فضلاً عن احتياجات رمضان اللي خاصة برمضان، يعني برمضان له يعني في جاطات معينة، في باقات معينة بتتقدم برمضان، هي كلها عبارة عن احتياجات يجب تأمينها قبل بوقت. يعني هلا حقيقة قبل بحوالي شهر نحن بنكون جهزنا أمورنا لنتنفس الصعداء قبل اليوم الأول لرمضان لنباشر ومتوكلين على الله يعني. بإذن الله تعالى. طيب موضوع آخر متعلق بالسوق الداخلي والسوق الخارجي، كمان بالمقدمة ذكرت لنا أنه في تعامل مع هذا الموضوع بحرفية وبشكل يعني مخصص أكثر، شو بتقصد بهذا الكلام؟ يعني قصدك أنه مثلا ممكن أنه أنتوا خلاص ما بتعودوا تستقبلوا طلبات خارجية لبرا؟ كل وكلاءنا أو موزعينا، طبعا نحن منوزع بكل أنحاء العالم الحمد لله، فالجميع عنده فكرة أنه رمضان ما منقدر نلتفت للسوق الخارجي إلا بحدود معينة. يعني مثلا عندنا طلبات معينة مننهي تصديرها بحيث توصل بأول رمضان أو قبيل رمضان للأسواق الهدف، يعني بعدها خلاص بيصير الضغط كامل بكافة الفرق والأقسام عم يشتغلوا للسوق الداخلي بكل بلد. يعني أكيد أستاذ علاء حابين إحنا نعرف أكثر شو هي المواد الأولية والمستلزمات فيما يتعلق بصناعة الحلويات بشكل دقيق، لنتعرف أكثر عن هذا الموضوع. خلونا سواء نروح لبسطة الحلويات ونشوفها عن قرب أكثر إن شاء الله. تفضلوا. الله يسلمكم. إن شاء الله. بصراحة أستاذ علاء نحن واقفين هلأ على بسطة الحلويات محتارين بالأنواع الجميلة وأكيد اللذيذة والطعمات المختلفة بهالباقة المتنوعة من الحلويات، حابين نعرف هدول الحلويات أكيد هن بحاجة لكميات كبيرة من المستلزمات والمواد الأولية، بالفعل كيف تحضيركم لهذا الموضوع لحصولكم لكل على هالمستلزمات يعني المطلوبة؟ نحن لما بنحكي عن منتجات حلويات بمصنع حلويات فهي بطبيعتها أعداد كبيرة ومنتجات أفقيا واسعة جدا، ولما بنحكي رمضان فضاعفت الأعداد وأشد هي تعدادا حقيقة. طبعا يعني هلأ نحن هون أمام حوالي ما يزيد عن 30 صنف من الحلويات الرمضانية وغير الرمضانية، إذا بدي أحكي عن هذا الجات فقط فيه 7 أصناف من الحلويات. أكيد بيزمكن أستاذ علاء يعني مواد أولية من الفستق السكر الحليب هدول الشغلات البسيطة. لا شك وهي العمود الفقري بصراحة للانطلاق في رمضان فعلا. يعني منتجات متزايدة فمعناها المواد الأولية أعدادها صارت كبيرة جدا. يعني بنحكي عن المفروكة مثلا فستق وهي منتج ما شاء الله مطلوب بشكل كبير، لما بدي أحكي عن الفيصلية فهي الكنافة اللي بتضاعف أعدادها بشكل كبير في رمضان، الهريسة مكونة من السميد والفستق وما إلى هنالك، القشطة بتضاعف عشرات الأضعاف في رمضان، فلما عم احكي عن باقة رمضان لحالة بتضيف أعداد كبيرة وكميات كبيرة من المنتجات الأولية اللي منجهزها قبل رمضان، فضلا عن المواد الأولية اللي بتنشرها بشكل يومي أو بتتصنع بشكل يومي. مثلا التجهيز القشطة بشكل يومي مئات الكيلوات بتتجهز فعلا يومياً. هذه كنت بدي أعرفه أنه يعني هذا الشيء أكيد بيتطلب غير أنه أنتوا جلب من الخارج وإنما إعداده حضير وتحضير. لذلك بيصير في ورديات ليلية عم تجهز المواد الأولية لتساويها نصف مصنعة مثلا وتنشغل بالنهار، وتخيلي بقى عم تدخل للفرن ومن الفرن تتقطع وتتعبى، وهي الحركة لازم تكون سريعة جدا. يعني أوقات بنطلع بنلاقي عشرات الزبائن عم ينتظروا فضلا عن السيارات والتوصيل وما إلى هنالك، فهذا كله بصراحة هي سلسلة توريد كاملة من عيشها برمضان. بالفعل ما شاء الله يعني نحن حسب مشايفين يعني باقة و
أشكال متنوعة من هذا السماد أنتو كمان وهذا السماد أنا بس هو يعني أكيد جازمة أنا إنه الطعم طيب ولذيذ. بدنا نشكرك أستاذ علاء اليوم بحلقتنا، بالفعل كانت يعني كلياتها هيك روح حلوة وتجلينا فيها روحانيات رمضان بالطاقة الإيجابية اللي أعطتنا إياها وبنفس الوقت بالمنتجات الموجودة اللي هي بالفعل أكثر من رائعة. شكرا لكم، شكرا لكم دائما. أهلا وسهلا فيك.